كان النظام السابق اعتقد انا ان الفكره دي حسب ما قاله لي احد المطلعين على شؤوني في ان النظام بيعمل ايه؟ كان بيلجا هو وسابقيه يعني الى فكره انه يعمل حاجه موازيه ويسيب الاثنين مع بعض لغايه الجديد ما ياكل القديم. وانه عشان كده اطلاق حريه اصدار الصحف الخاصه في حدود معينه في خلال الخمس سنين اللي فاتت كانت فكرتها الاساسيه ان هذه الظاهره تتناها تنمو فتنمو فتتاكل الصحف العامه لغايه الصحف العامه ما تخلص خالص وبالتالي يحل محلها بالاعلام العام. احنا الدوله بصراحه ربنا لا اظن لا حزب الاغلبيه ولا احنا لحد دلوقتي ولا الدوله في اي وقت من الاوقات كان عندها سيناريو واضح للتصرف مع هذا الموضوع. وده غلطنا لاننا كان المفروض ان احنا ندرس هذه المشكله ونحدد احنا عايزين نعمل ايه بالظبط وايه السيناريوهات اللي نعملها. الان في سيناريو مطروح انه نعملها اولا تظل لفتره لمده 10 سنين في اطار الملكيه العامه للدوله. بشرط ان احنا نفصل ما بين الملكيه وبين الاداره والتحرير. بمعنى ان هذه المؤسسات الصحفيه تدار اداره اقتصاديه ومهنيه سليمه وعلى نحو يعني يؤدي الى انها تظل في حيث ادارتها وتوجيهها مستقله تماما عن السلطه التنفيذيه وعن الاحزاب. تبقى ولاها الاساسي زي اي صحيفه مهنيه للقارئ. وهي غير الاعلام الحزبي، الاعلام الحزبي اعلام لازم يبقى منحاز للحزب اللي فيه، الاهالي بتعبر عن حزب التجمع، الوفد بتعبر عن الوفد، الحريه والعداله بتعبر عن الحريه والعداله. دي صحف منحازه ومفهوم انها صحف منحازه لانها صحف حزبي. هذه الصحف القوميه زي ما بنقول تبقى ساحه للحوار الوطني العام بين كل الاراء وكل الطيران. ومعنى ذلك انه الذي يعني الذي يتولاها رئيس تحرير رئيس تحرير رئيس مجلس ادارته دكتور على اسس مهنيه اقتصاديه وصحفيه دقيقه وفي نفس الوقت يتم انه الحزب منهم يجمع عضويته في حزب طول ما هو متناوب ما هو بيتولى موقع. في ناس بتطرح فكره انه تبقى شركات قابضه. في افكار ثالثه مطروحه بفكره انه يتملك نصف المحررين ونصف الاخر تطرح اسهم في البورصه. في كل هذه الاحوال سيكون عندنا مشكله في المؤسسات الصحفيه الخاسره ومنها صحافات مؤسسات عريقه. يعني دار الهلال تكاد تغرق وروزا اليوسف يعني نحن امام مؤسستين حاجه توجع القلب ان مثل هذه المؤسسات اللي تجاوز عمرها 80 سنه اقتربت من القرن ولعبت دور مهم جدا في خلال القرن العشرين توشك الان ان هي تنهار وتتوقف وانه بتيجي على اخر الشهر تبتدي الاستغاثات يعني من دلوقتي النهارده جاي الاستغاثات ملهاش اول ولا اخر يعني الحقونا اقرب ناس المحررين